مساء الخير. شلون الصحة؟ الحمد لله. اسم؟ طيبة جمال. شنو؟ طيبة. طيبة، شلون الصحة طيبة؟ الحمد لله. أخوش وياك؟ أيوة. شو اسمك؟ أحمد. جاي تشجعها ولا شنو؟ أشجعها. عليك لو تفوزي يا طيبة؟ إن شاء الله. إن شاء الله تفوز طيبة. طيبة يا صف. أنا دكتورة متخرجة هسه. دكتورة متخرجة هسه بالجديد. ما شاء الله عليك دكتورة. حلو. دكتورة اختصاص شنو؟ طبيب عام. طبيب عام. والله مريض هسه خلف كبسول بنادول لازم تشخيص وبعدين علاج. تشخيص؟ ايه. يا معودة صارت فيك على السريع احنا صيدلية وديها يمشي. لا ما يصير. غلط. ما يصير؟ اي ما يصير طبعا. يعني والدكتور هم اذا اروح له يقول لي شو وجعك؟ اي بس راح اقول له بلا عيوني اعطيني مالتي هذا. اي اكو غير شيء؟ اي لا مو اكو هواية يعني ممكن مرض مدمن شيء يعني غير. اي اكو فقط. طيب لو اخذ علاج قبل. لا لا ما يصير لازم طبيب. ايه. يعني البنادول والفلو اوت والبراسيتول لا تفيد. لا لا طبعا لازم طبيب اخصائي هو يكتب لك احسن يعني. حلو. افضل. عاشت ايدك. انا ما راح اطيب فاهم دائما. لكن الشرف اليوم بحضورك ويانا. خلينا نشوف طبيبه اول مره طبيبه تشاركنا اليوم ودكتوره بمسابقه اربح مع عمر محمد والدولارات. تريدين الدولارات لو الشاشات؟ لا الدولارات. ما شاء الله هم طبيبه وهم تريد الدولارات يا منتصر. حلو ما يخالف. إذا مسكتيهن تربحين الدولارات. متفقين؟ اوكي. لك 15 مرة حطي يدك شيشة. اليوم زودناها سويناها 5. دكتورة خلي يدك شيشة. راح أمشيها 15 مرة. بس تلزميها من ضمن 15 مرة أنت ربحانة. اوكي. وصلنا من هناك. جاهز أوت علينا. جاهزة؟ بلشنا؟ اوكي. 1 إذا ترجف من هسه. 2 3 4 حلو هي شريدك. إيه إيه. 5 6 إلا شوية بسرعة. 7 لا تنزلين الصعدين إيدك خليها ثابتة. 8 حلو. 9 10 صار. وين راجع لي ورا لازم تقرب. 11 12. حلو يلا. 13 14. بقت لك واحدة بس أم جدك ما بعد راح أعطيك زيادة أنا. 15 نطيها اثنين بعد لو كافي. تقول بعد ثلاثة. تقول ثلاثة دكتورة ويعني أعطتني الوصفة هسه فلازم يعني. جاهزة؟ 1 حلو. 2 بقت لك اخر وحده وام مجدك باوع عليك 3. دكتور احنا ما ويانا خسران اليوم. رولا مقدمه منتج جديد راح تستخدميه انت كدكتوره راح تعرفين ايش قد بيه فايده بالحليب الطبيعي. شامبو ومكيف بالحليب والفانيلا. مبروك عليك. شكرا لك. شكرا. شكرا. تنصحين المرضى مثلي شو تنصحين؟ اول شيء شكرا هذا البرنامج رائع. وطبعا ننصح المرضى انه اول شيء يديرون بالهم على نفسهم على صحتهم. يقوون يقوون مناعتهم زين الاكل الصحي. واذا صارت حاله مرضيه انه يستشيرون بالبدايه طبيب بعدين يعني. شكرا لك يعني مو بكيفهم ياخذون علاج. نورتينا دكتوره. شكرا لك. شكرا. حياتي لك.